تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. وقد حرص سيادته على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مرور سيادته، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع لمطالبهم. فرن ولا محل؟ فرن. محل فين؟ بيبيع عش حر ولا عش؟ ده وده حضرتك. الحر بيتكلف كام؟ الحر احنا بنبيعه بنص جنيه، والعادي بنبيعه بشلل. لا ابو شلل ده خلاص، ده بتاع النمل، لكن الحر بتبيعه بكام؟ نص جنيه بصراحه. والله نص جنيه، انا مش عارف بنص جنيه. يبقى اقل من تمن. انا بقول لك، انا يعني انت بتبيع الحاجه اقل من تمنها؟ والله ببيعه بنص جنيه. انا مصدقك. بتبيع اقل من تمن؟ لا. طب يعني اذا كان هو بيتكلم 65 قرش هتبيعه ب 50؟ انا شغال في، انا شغال في المكان ده. وافق. انت عارف ان الرغيف بدقيقه، بالخميره، بالعامل اللي بيشتغل، بشوية الكهرباء ولا الغاز، يعني والإيجار والكلام ده كله بيتكلف 65 قرش. فلو أنت بتبيعه ب 65 قرش حوالي إيه؟ ماشي بتمن. لو بتبيعه ب 80 قرش حوالك بتكسب 15 قرش. ليه بقى؟ بتعمل كام ألف رغيف في اليوم؟ على حسب المكنة اللي أنا شغال عليها. إيه كام؟ ماشي مثلا 15,000 10,000. اسمك إيه؟ اسمي محمد. يا محمد، فبتبيع ب 50 وبتبيع بشيل. طيب، سبب الغلاء للعيش الحر في بيت الاسواق ليه؟ اقول حضرتك بسبب الارتفاع في العالمي كله عموما. انت مالك بالعالمي؟ هو انت دي احنا زودناها عليكم يا اولاد؟ لا مش حضرتك تجيب لي استوردي. استنى بس، احنا بنتكلم في العيش دلوقتي. احنا مش بندي الدقيق من وزاره التموين بالحصص، سواء كانت للخبز المدعم او الخبز غير المدعم، ولا انا مش عارف. ايوه صح. يبقى احنا بناخد الدقيق بثمن احنا عارفينه. تمام مدعم. انا مش بتكلم في كده، بتكلم الدقيق الحر اللي بديهولك ده بديهولك بتمن عشان تفضل تحافظ على سعر الرغيف الحر. اسمع، اكبر دوره ربح هي الدوره اليوميه. الدوره الايه؟ يوميه. انا كل يوم بعمل رغيف بكسب. لو بكسب في الرغيف قرش بكسب. لا يبقى انا النهارده الرغيف اللي عملته النهارده خدت قرش، واللي عملته بكره خدت قرش. في ناس ثانيه بيحط بضاعه تقعد بالاسبوع وتقعد بالشهر، ما تتباعش كل شيء. انما الخبز الناس كلها بتاخده. فلو انا النهارده عندي مخبز بيطلع 10,000، وانا بقولها ليه؟ مش ليك انت يا محمد، انا بقولها عشان تسمعها المصريين. لو انا النهارده بعمل 10,000 رغيف في المخبز وبكسب في الرغيف ريال، كم؟ يبقى هكسب قد ايه؟ يبقى 4,000 جنيه. ال 4,000 جنيه دول مش بعملهم في الاسبوع، انا بعملهم في اليوم. ومحسوب فيهم ايه؟ محسوب كل اللي فيهم دوره التشغيل، مرتبات الناس، الغاز، اي حاجه متسعره على ان الرغيف اقصى حاجه ليه زي ما احنا بنكلفه 65 قرش. لو انت بعته ب 85 يبقى خدت 20، يعني عملت 4,000 جنيه في اليوم ب 10,000. يبقى في الشهر هعمل كام؟ هعمل 120,000. 120,000 في المخبز بيعمل 10,000، ده قليل؟ انت فهمت الكلام يا محمد اقصد ايه؟ هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا لا اذا مش بقى بتكلم في رحمه ومش رحمه، انا بتكلم في اقتصاد. اي واحد عنده محل او عنده مصنع عايز يكسب منه، وانا معاه وعايزه يكسب ويعيش. ربنا يخليك. انا بتكلم بجد. انما بايه؟ بالعقل. انا شاكر افضالك يا سياده الرئيس ان انا قابلتك. انا بقالي 17 سنه في الكويت ماشي، بس دلوقتي اتفتح لي شغل في بلدي، انا شغال هنا في بلدي دلوقتي. سبت الغربه، ما كنتش عارف لا رب عيل ولا رب ده، بس دلوقتي انا بشكر حضرتك انك انت فتحت لنا مجال في الشغل. طب انت شغال ايه؟ انا شغال بقى ماسك الفرش مع بتوع الفرش. فرش العماير. انت من دمياط؟ لا انا من جنا، من لوكسر. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بس طيبين والله. شغال كويس الحمد لله. والله تمام يا ريس. الحاجه متينه؟ لا تمام والله يا ريس. رمسد والله تمام. انت بتعمل بتفرش بالالف. انا من ضمن المتضررين في 4.5، وجيت في اهلينا. ربنا يوفقك. فيعني عشان كده بنراعي ربنا في الفرش وفي الكلام من ده، عشان خاطر برضو احنا متضررين قبل كده. صحيح. فالحمد لله يا ريس، احنا شاكرين افضالك انك انت جبت لنا من الغربه اللي احنا كنا متغربين فيها، وعيالنا بقينا وسطهم دلوقتي. ربنا يكرمك. كان نفسي قبلك. اهلا وسهلا.
ازاي حضرتك؟ ازاي؟ بنته هنا؟ مبروك. الله يبارك فيك. ادي الحاجة الحلوة للولد. ازاي حضرتك؟ ازاي؟ ربنا بيحبني. انا سعيد ان انا بشوفك بجد. انتوا هنا مبسوطين؟ بجد انا سعيدة قوي. كتر خيرك كتر خيرك. مبسوطين بجد صحيح. انت ربنا يخليك لينا يا رب. والله كل حاجة كويسة. والأسعار وليه؟ أسعار إيه؟ الحلويات؟ لا الحلويات بتاعت العيال بقى. إلا نتكلم في الأكل والشرب يعني. أنا مش مصدقة. لا طب إيه بس الأول عادي. كل حاجة هنا جميلة. والفرش وكل حاجة جميلة. تسلم إيديك بجد. طيب. ويخليك لينا يا ريس. أهلا وسهلا. أنت بنتها؟ دي بنتي رحيل ومعايا روضة 5 سنين. ما شاء الله. ودي اختي. ربنا يخليك لينا يا رب. ويخليك يا بابا. بجد انا مش مصدقه اني قابلت حضرتك. انا كنت حاسه. قولي لي الاسعار بتاع الاكل والشرب ايه؟ الاسعار لسه ما اشتريتش حاجه. انا بشتري من المنطقه اللي انت حضرتك اتشلنا منها. يعني أرخص. مصر القديمه ارخص. انا بتكلم على يعني الشهر ده زي الفل يا يعني. لا ما تقوليش كده. انا عايز اسمع. انا حضرتك والله ما اشتريتش عشان ما اكذبش على حضرتك. بقالك شهر ما اشتريت. والله ما اشتريت. طيب والطاقة التموين ماشية؟ ماشية. تاخدوا حاجتكم؟ كل حاجة. والعيش؟ والعيش صحيح؟ كل حاجة والله. والعيش بشلي. طيب. أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة. قول يا بابا. أنا أختي معانا جنبين بس ما سلموهاش. ومعاها 5 عيلة. هذا فين؟ في الجيارة مجرى العيون. يعني اللي هي الحتة بتاعت سكر والليمون ولا حاجة تانية؟ لا لا عند سور مجرى العيون دخلة الجيارة. اللي حضرتك قبل كده كنت مصور. كل اللي موجود هنا. ايوه هم. عند الكلام اللي احنا بنقوله. احنا بنراجع كل حاجه بجد يعني. بجد البلد انت حضرتك يعني بجد بقت حاجه تاني. شوف شوف انا عايز اقول لك انتوا كلكم اهلي يا حبيبنا. وانتوا حبايبنا. احنا ولادك. ولادك. وانت ابونا. وانا يسعدني ويشرفني ويبارك لنا فيك ويخليك لينا يا رب. وعايز اعمل كل شيء طيب لكم. مش عملنا لكم في نادي هنا؟ ايوه في كل حاجه. في مدرسه هنا؟ في كل حاجه. وفي مسجد هنا؟ ايوه في كل. وفي كنيسه هنا؟ ايوه في كل حاجه. كل حاجه لكل الناس. صح صح. احنا كلنا واحد يا رب. واحد. الرب هو اللي خالق الكون كله. ونعم بالله. وهو اللي موزع كله. طيب ايه تاني؟ مش يخليك لينا يا رب. طب انت جوزك بيشتغل ايه؟ جوزي مبيض جبس. شغال في العاصمه الاداريه تبع الشغل اللي هو باليوميه ده يا ريس. سلمي على والدك وبنتك. يبارك لنا فيك ربنا. شكرا يا ريس. شكرا. كل سنه وانت طيب. طيب عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. ولادك؟ ايوه ولادي. طاوة تعالي يا طاوة. تعالي سلمي على الريس. ازيك يا جميله؟ ازيك يا عم؟ عامله ايه؟ الحمد لله. توا بس عندي تقوى ومحمد. بس محمد في البيت وانا معايا يلا. وماله هاتيهم. ربنا يخليك. طمنين عليك. الحمد لله. صحيح الحمد لله. وليه الاسعار اخبارها ايه؟ والله غلا. طب احنا قاعدين يعتبر عيلتين في شقه واحده، اوضتين وصاله، يعتبر اوضه. ليه؟ ما قاعده مع حماتي. ما جوزي قاعد يعني شغال يوم ويوم لا يعني. مش بس يعني الحمد لله. بيشتغل ايه؟ بيشتغل مع كبابجي. يعني في محل؟ محل كبابجي زي صبي كده. كل حاجه كل حاجه. فين ولاد اختي كاتيب؟ تعالي ياسمين. ازاي ولادك؟ بناتي. ما شاء الله. ما شاء الله. طمنيني على الدنيا عامله ايه؟ ايه الدنيا عامله ايه؟ الاسعار غالى شويه حتى بعد الاجراءات اللي احنا يعني إيه؟ يعني المنافذ اللي فتحت ديت. لا هي يعني المنافس كويسه طبعا. طب انتوا بتروحوا المنافس دي؟ لا بصراحه ليه؟ ما عشان الفنانه مش قدامنا وكده، فمش موجوده في كل مكان. احنا دلوقتي المنافس ديت، وبالمناسبه كل الهايبرات الكبيره احنا عاملين فيها نفس الكلام. يعني الموضوع مش على قد المنافس حضرتك بس. المشكله الغلا، وفي نفس الوقت المدارس والدروس وكل ده طبعا ما بيتخلفش. يعني احنا الوقت هي قاعده معاكم؟ لا هي مش قاعده معايا، قاعده جنبي في يعني بعديه كده. بعديه بشيء. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا ريس. بناتك في سنه كام؟ اولى ثالثه اعدادي واولى اعدادي وخمسه ابتدائي. اسمك ايه؟ أنا؟ لا اللي خايفه دي. انا؟ ايوه. ماي. شيلي يا ماي البتاع. خايفه ليه يا حلو؟ لا مش خايفه. صحيح. طب مشيتي ليه؟ انا عايز اكلمك. طيب عامله ايه في التعليم؟ الحمد لله. كويسه؟ بتذاكري كويس؟ ها انت في سنة كام؟ أنا خمسة. سنة خمسة لسه شوية.
لسه شويه. انا مريم في سنه اولى اعدادي. اولى اعدادي وبتذاكري كويس؟ ماما مخليها بالها منك بالمذاكره. شوفوا اغلى حاجه، اغلى حاجه تقدميها للولاد تعليم كويس. ايوه طبعا، هو الواحد ما بيهتمش بالتعليم اكيد. تعليم و... أيوة والواحد يتكلم كويس. هي اكتر واحد الواحد بيعملها معاهم التعليم من اي حاجه ثانيه عامه يعني. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا رب. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا رب. كل سنه وانت طيب. صحتك. كل سنه وانت طيب. فين الست اللي معاك؟ حبيبي. ازيك يا امي؟ حبيبي ربنا يكبر خاطرك. ربنا يخليك ويخليك وينصرك. عندي مشكله. الله عيني. اهو تسلم. الوقت بيتي انا قاعده يجي لي 25 سنه. ايوه. والبيت كان واخد قرار ازاله ورا الامام اللي لما جه من المتحف بيوسع يعني بينظف. صاحب البيت اللي خد بديل في مدينه السلام عايز يطلعني انا وعيالي وانا بخدم في المدينه 20 سنه. حاضر. زينة فريد محمد. ولا ابدا ولا تقلقي ولا تخافي. عاملين لي طرد يا بيه وجابلي الحكومه. عيني حاضر. يا رب يخليك يا بيه يعليك. كل سنه وانت طيب. ينصرك على من يعديك. اللهم اللهم بلغك رمضان. امين يا رب. اللهم بلغك رمضان يا رب. أمين. عشان خاطر حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اكتب اسمي تبعك. كل حاجه هتتعمل. زينة فريد محمد عالي. يا حبيبي. 16 سنة على الغفار. بالامام الليث عشان الحكومه جتني وكانوا يكسروا الباب عليا معايا بنات في المدارس. على عينينا يا حاج. عشان خاطر ربنا. لا اله الا الله. انا قلت لك مش عارفه اقول لك ايه سعاده الرئيس. ولا تقولي حاجه. نزلت من السماء وانت استلقيت. بس مش هقول لك زاد عن كده. بس وانت ربنا معاك بقى. كل سنه وانت طيب. ربنا معاك وانت طيب. معايا ست عيال وبربي فايتاء. ربنا يخليك. اروح فين؟ اروح فين يا حضره الرئيس؟ على رقبتي. لا يا بيه تسلم رقبتك. والله على رقبتك. تسلم وتخليك يا رب. يخليك. مش هقول لك زاد عن كده يا حضره الرئيس. هاخده منك. وتحيا مصر. بيكوا بدعواتكم الطيبه. يا رب. يا مش هقول لك حاجه تاني. خليك ولادك هتسترني ربنا هيسترك. اللهم امين. بس طيب. ادي اللي هقولها لك يا حضره الرئيس. طيب. عايزه حاجه يا امي؟ ربنا يخليك يا ابني. ربنا يسترك على الميعادين. امين يا رب. خدوا من دول هنا. معودنا يا رب. تكشف المرض. وعلم ربك كمان وكمان. ربنا يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا سياده الرئيس؟ عامل ايه؟ ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيب. انتوا طيبين. انتوا طيبين. حاجتكم كلها موجوده؟ لا موجوده الحمد لله والاسعار كويسه. صحيح. والله الحمد لله. السكر دلوقتي سعره كويس والزيت وكل حاجه. والرز. والرز وكل حاجه. وكل الاصناف. كل الاسعار كلها كويسه معايا. صحيح. الحمد لله. لا قولي لي عشان لو في حاجه نعملها. لا لا الحمد لله الاسعار كويسه. ربنا يخليك لنا يا رئيس. يخليك. خليك يا حبيبي يا رب. والله تحفه. الاسعار حلوه وكويس وفي معنا كويسين وبيعملوا زي اي حد. كويس. وحضرتك انا من كنت عاوز اقابلك ان انا اروح كل المستشفى اعمل اشعه الفتاة ده ما حصلش يعملها لي. عيني. تسلم. عيني والف لا باس عليك. وانا اصلا كنت مغرض زياده كنت بصحي واسلمت وماليش حق. احنا يعني بنعمل للمصري. انت بتعمل بتخدم الناس كلها. على عيني حبيبي. وانا في ظهرك. كتر خير. مش عايز حاجة تاني؟ ربنا يبارك لك. صحيح. صحيح. الصحة والسوق طريقة. صحيح. ويخليك. ويخليك. أنت عايز علاج؟ ما كتاب الصوت يعني. حاضر حاضر. علاج يعني قولي لي على حاجة لكن كل هنعمل كشف كامل ونشوفي. حاضر. على عيني. ما تعيطيش. أوعي تعيطي. لا مش بقى يعني ولا إحنا موجودين ليه؟ محدش يعيط ويعيننا ربنا. تعالي اللي بتضحكي. اهلا وسهلا. الله يسلمك. انا الصلاه بخير حضرتك. ربنا يكبر خاطرك. ربنا يكبر خاطرك. قولي لي الاسعار عامله ايه؟ جميله والله. بامانه الله. جميله. كفايه ان حضرتك موجود والله. لا. ربنا يعينك علينا يا رب. يا ربنا يديمك يديمكم عليا ويعيننا على كل خير. لكن انا بسالك صحيح. جميله والله. الاسعار زي الاسعار جميله. لا حلوه. طب اي حاجه تانيه؟ رخيصه عن بره. خضار والحاجات اللي رخيصه عن بره. تسلم حضرتك. الله يبارك فيك. هل في حاجه ناقصه؟ لا لا يا فندم. طب اقول لك حاجه ثانيه. في ملحوظه تقولها لي نعملها؟ لا لا تمام. كل الاسعار نازله وكله بيشتري بنفس الاسعار. صحيح. النازله عليا انا ببيع بنفس الاسعار اللي نازله. بتنزل خضار؟ بنزل الخضار وبنزل السمنه والزيت والمكرونات كلها. الرز. والرز والسكر والشاي والكلام ده كله. طب اي ملحوظه؟ لا تمام. اسمك ايه؟ ربنا يخليك. اسمي عبد الحي يا فندم. يا عبد الحي. انت بتأجروا منهم ولا ايه؟ لا لا هو تبع الاسم.
تبع الاسم. الاسم هو اللي منزلنا واقفين فيه. طب ده طب يعني ده تطور؟ اه يا فندم. اه انا معايا لصنص حقوق اصلا. انا عارف. بس انا بفهم الناس وبسمعهم ان في ناس في مصر جدعان. ربنا يخليك يا فندم. في ناس ايه؟ في مصر جدعان اكيد يا فندم. رجاله جدعان. ربنا يخليك. جدعان. ربنا يكرمك. اللهم امين. مش عايز حاجه. ربنا يخليك يا فندم. صحيح. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الله يخليهم. ربنا يبارك يا رب. انت بتشتغل ايه؟ انا استرجي. استرجي. استرجي موبيليا ولا استرجي موبيليا؟ موبيليا. بتعمل كام في اليوم؟ والله على حسب ما ربنا سبحانه عايز يسعدك. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. انا ربنا ربنا يخليك. ربنا احنا نفسنا في شهر. نفسنا في شهر لان احنا قاعدين ايجار جديد ومتبهدلين. الحمد لله على كل حال والله. ليه ما بتقدموش في الاسكان الاجتماعي؟ ما احنا مش عارفين نعمل ايه. ازاي؟ احنا عاملين تسهيلات كتير لكل الناس. حتى اللي ظروف عمله زي اسمك ايه؟ محمد. زي محمد لسه متجوز على فكره بنت قريب. متجوز بنت؟ ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحه يا رب. الحمد لله والله ربنا ساترها والله هنا في نعمه. ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويديك الصحه ويا رب استرها معاك يا رب وافرقك الحلال يا رب. ربنا يبارك فيك يا باشا. محور الدكتور صلاح الشاذلي يا فندم عباره عن اثنين كوبري، كوبري بيربط شارع عين الحياه وحتى الطريق الدائري بطول 4 كيلو 8 من 10 وعرض 3 حاره مروريه لكل اتجاه، ده خلق يا فندم محور مروري جديد موازي لمحور الاتصالات لنقل الحركه من مدينه مصر القديمه وميدان السيده عائشه وميدان السيده نفيسه وميدان مجرى العيون مع طريق التقاءه بصلاح سالم الى الطريق الدائري، بالاضافه يا فندم للكوبري الثاني من شارع الفسطاط وحتى محور الاتصالات بطول 4 كيلو 8 من 10 وعرض 3 حاره مروريه لكل اتجاه، وده يا فندم خلق محور جديد موازي للدائري في المسافه من كورنيش النيل وحتى محور الاتصالات ونقل منطقه غرب القاهره بشرق القاهره. توجيهات سيادتك بتطوير طريق صلاح سالم في المسافه من حديقه الفسطاط مرورا بشارع عين الحياه ثم شارع الخلاء ثم كوبري الاباجيه ثم نفق باب الوزير ثم نفق الازهر ثم تراقيع عند محور جيهان السادات. محور رئاسة الرزق يا فندم بطول 6 كيلو 400 في المسافة من تلاقيه مع محور حسب الله الكفراوي من تحت نفق الأثمرات حتى تلاقيه مع صلاح سالم، والمنطقة دي يا فندم كنت سيادتك وجهت إن احنا ندرسها ونرفعها لربط محور رئاسة الرزق بمحور صلاح سالم، دي جارة الدراسة الرابعة، وبالفعل يا فندم بدأنا الشغل فيه. أنا عايز أقول لك على حاجة، النقطة دي لو أنتوا حليتوها تمام فندم أنتوا هتحلوا حاجة كبيرة قوي في المنطقة دي. إن شاء الله بإذن الله يا فندم. النقطة اللي هي نقطة الاتفاق صلاح سالم مع محور رئاسة الرزق ده كنت هتقول له لا الحركه دي كلها لشرق القاهره. لشرق القاهره ان شاء الله. مدينه مصر للتجمع لاي حاجه. ان شاء الله كانت تتحل باذن الله. طيب ان شاء الله. ايه تاني؟ تطوير طريق صلاح سالم يا فندم. المحور ده يا فندم وطبيعه القاهره الخاصه احنا هيتم تطويره عن طريق ان احنا هنطور الاتجاه اللي احنا واقفين عليه ده في المسافه من حديقه الفسطاط وحتى جنوب نادي الابطال باعتبار الاتجاه ده للقادم من منطقه الجيزه وحتى منطقه جيهان السادات. المسافه من تقاطع جنوب نادي الابطال وحتى كوبري الاباجيه هيكون الاتجاهين بالكامل جداد للحركه المروريه وذلك لتخفيف السيوله المروريه وتحويل الحركه في ميدان السيده عائشه وميدان السيده نفيسه لان المنطقه دي يا فندم في وقت المناسبات الدينيه بتبقى زحمه جدا. ومن كوبري الاباجيه هي زحمه على طول. هي زحمه على طول. لو مشينا دلوقتي هنلاقي زحمه. لا لا ان شاء الله يا فندم باذن الله بعد ما تعمل المحطه تبقى باذن الله ان شاء الله. المشروع يا فندم اسكان بديل عشان نبدا الحياه يا فندم. المشروع فندم بيتم ضمن مشروعات بتتبناها الدوله لخلق سكن كريم يليق بالمواطنين المصريين ونقلهم من المناطق غير مخططه والغير امنه الى سكن صحي يليق بهم كمواطنين مصريين. عندنا فندم في المنطقه الجنوبيه فندم بيتم تنفيذ 5 مشروعات فندم. عندنا فندم اول حاجه تطوير منطقه المدابغ بمساحه 87 فندم. فندم المشروع الثاني فندم بيتم تطوير منطقه بطن البقره فندم. المنطقه الثالثه فندم منطقه عين الحياه وعين الصيره. عندنا فندم مشروع سيادتك تطوير منطقه عزبه ابو قرن وده يا فندم تم نقل السكان ايضا الى مشروع معا. وهنا يا فندم هنتكلم مع سيادتك على مشروع اسكان بديل لشباب الخياله. تم يا فندم انشاء المشروع على مساحه 37.5 فدان يا فندم بنسبه بنائيه 36%. بيتم يا فندم تنفيذ المشروع بنسبه 100% جاري تسكين السكان يا فندم وعددهم 1660 اسره وتم تاسيس العمارات بالكامل يا فندم ومرفقه بالكامل. اجمالي المشروع ده اللي انت عملتوه ده وانا مش بقوله لك انا بقوله للمصريين بقول ان احنا عشان نعمل
الخمس مشروعات دول تقريبا 16000 شقه. مش كده؟ تمام. 16000 شقه. 16000 شقه ده كانت الناس عايشه في ظروف صعبه، ودلوقتي هم بنعيشهم في مكان افضل زي ما انتوا قلتوا. انا بس عايز اقول ايه؟ احنا عايزين كمان الخدمات واحنا داخلين، يعني في محلات موجوده. تمام، يا 26 محل. طيب انت المحلات دي اول نعرضها من دلوقتي. انا قلت الكلام ده وانا هناك. ونعملها احنا. ليه نعملها احنا؟ عشان تتعمل بشكل يليق باللي انت عملته. ما نسيبش كل واحد على قد الظروف. احنا يعني مش هنيجي بعد يعني 16000 وحده دول النهارده يتكلفوا 8 مليار جنيه. مش كده؟ تمام. 8 مليار جنيه ده لو قلنا 500000، ده غير الارض وغير المرافق. وبالتالي ما نعملش ده كله والناس ما تشعرش بالخدمات اللي موجوده انها خدمات ايه؟ قديمه، خدمات ممتازه. او على الاقل حاجه ثانيه هقول لك عليها، انت عملت مبنى اسعاف ومبنى اطفاء في وحده صحيه. لا انا هتكلم في المباني ديت، البريد والاطفاء والاسعاف. انا ما اقدرش اعمل مجمع للحاجات ديت بدل ما اعمل مبنى ومبنى ومبنى واسيب الارض الفاضيه دي يا ملاعب يا نوادي، بدل ما اعمل مبنى للاسعاف ومبنى للاطفاء ومبنى للبريد. ما هو بقى يعني ما المنطقه دي كلها بالكامل اقدر اعمل لها الحاجات دي في مجمع واحد. مجمع خدمات. مجمع خدمات. فايه مطلوبكم نشوف ده. تمام. دلوقتي كل الحياه بتاعتنا الكنيسه والجامع. مش كده يا فندم؟ ايوه تمام. طيب. حاجه تاني؟ احنا بس القناه اللي بالنسبه لنا هم 16000 وحده. أيوة. اللي تم نقلهم ان هم بدا يتم نقلهم تباعا من اول منطقه اللي هي منطقه فكه البلاغل وشقه السرود وبين الميلاد. هو الجزء اللي احنا تم نقله فعلا للاسمرات. وبعد كده جينا الجزء الثاني اللي هو بطن البقره ومنطقه السحيله ومنطقه كنجرات. دول برضه تم نقلهم جزء منهم الاسمرات وجزء منهم في المنطقه الشرقيه. بعدين دخلنا على عزبه ابو ارنب، كانت مناطق ديه كانت مناطق مهدده للحياه، منعو تقريبا معدومه الخدمات. الحمد لله رب العالمين تم نقلهم لمدينه او كومباوند معن. ال 4000 وحده كلهم تم نقلهم لمعن، وفي حتى في متبقي لسه لنا بعض الوحدات. واحنا دلوقتي جاري تنفيذ اخلاء والجزء اللي هو خاص بالسكر والليمون والزياره وتسكير. تمام. فعلا زي ما وعدنا سيادتك المره اللي فاتت، احنا فعلا الحمد لله رب العالمين تم نقلهم لمنطقه الخياله. منطقه الخياله بتعتبر زي ما سيادتك شفت النهارده، يعني الحمد لله الناس كلها نفسيا مستريحه، وهي كمان فيها ميزه انها قريبه جدا من المنطقه اللي هم كانوا موجودين فيها. وان شاء الله باذن الله هنسرع الوتيره بتاعه الاخلاء والتسكين، وهنراعي الملاحظات اللي معاليك النهارده قلتها ان شاء الله. شكري. باذن الله. شكري. السلام عليكم.